إلى نشرة سوريا اليوم، نبدأ بالعناوين. القصف الأسدي يشتد بالغازات السامة على الخالدية وقلعة الحصن في حمص. حمص ضامن استراتيجي لإمدادات النظام من اللاذقية إلى دمشق. ترحيب عربي ودولي بانتخاب الجرب رئيسا جديدا للائتلاف الوطني. تواصل كتائب الأسد أعنف حملاتها العسكرية على أحياء حمص بمشاركة مسلحين من حزب الله في محاولة لاقتحام المدينة المحاصرة منذ أشهر. هذا ودارت مواجهات على أكثر من جبهة وسط قصف عشوائي استخدم خلاله الجيش الأسدي الغازات السامة. في محاولة لإنهاء المعركة جغرافية من جانب كتائب الأسد، اشتدت الحملة العسكرية على حمص المحاصرة منذ أشهر. القصف بالمدفعية الثقيلة والهاون وراجمات الصواريخ بالإضافة إلى الطيران الحربي تواصل على الغنط وتلبيسة والرستن والدار الكبيرة وقلعة الحصن والقرابيس وباب السباع، حيث تعرض جامع خالد بن وليد إلى استهداف مرة جديدة. قصف جامع خالد وليد راجمات الصواريخ. أما الجبهتان الأكثر سخونة فهما حيا باب هود والخالدية، وأفادت معلومات بأن مسلحي حزب الله يشاركون في هذه المعارك إلى جانب الجيش الأسدي. جيش النظام جدد قصفه على الأحياء الجنوبية والشمالية للعاصمة دمشق، وتواصلت المواجهات من جهة مستشفى تشرين في حي برزة في محاولة لاقتحام الشبيحة المنطقة. الطيران الحربي أغار على الريف الدمشقي بالقذائف السامة، وتعرضت أحياء الغوطة الشرقية والقلمون ومحيط السيدة زينب ودارية لاستهدافات متقطعة وسط مواجهات على أكثر من محور. الاستهدافات طالت أيضا أحياء طريق السد وصيدا وإنخل والغارية الشرقية في درعا، ودارت معارك ضارية في محيط حاجز المستشفى الوطني في درعا المحطة. وتيرة المعارك على جبهة حلب تصاعدت في خان العسل وحي الراشدين، واستهدف الثوار مدينتي النبل والزهراء وسط قصف عشوائي طال الأحياء المحررة. وعلى وقع القصف العشوائي على أحياء ريف حماة، وقع انفجار ضخم بعد استهداف الجيش السوري الحر مطار القامشلي في الحسكة. أما في دير الزور فأغار الطيران الحربي على الأحياء السكنية، ودارت معارك ضارية في أحياء الحميدية ورشيدية والجبيلة. ما هي الأهمية الاستراتيجية لمدينة حمص التي يستميت النظام للسيطرة عليها ويسعى الجيش الحر جاهدا لمنع سقوطها بيد كتائب الأسد؟ تقرير يلقي الضوء. على امتداد منطقة الساحل السوري من الشمال الغربي نزولا إلى الجنوب، حلم إقامة الدولة العلوية ثابت بالنسبة للنظام السوري، وتبقى الشفرة التي يريد الحصول عليها هي محافظة حمص، لكنها نصب عينيه الآن بعد محاصرتها بشكل خانق بمساندة قوات حزب الله. المنطقة التي تشكل عقدة النظام إن احتلها ستقدم له خدمات عدة على المستوى السياسي والاستراتيجي والعملاتي، وأكثر من ذلك هي الخاصرة التي تتوسط خريطة سوريا، حيث أنها تربط بين دمشق وطريق الإمدادات من لبنان. يسميها الثوار عاصمة الثورة، ما يدل على أن احتلالها سيكون له دور كبير في حسم الصراع في عموم الأراضي السورية. ويرى المراقبون حال سقوط النظام في العاصمة فإنه سيلجأ إلى الكانتون العلوي، هذا على المستوى الاستراتيجي. أما على المستوى السياسي فستتبدل الأوراق لتصبح في كفة النظام وحلفائه لإقامة دولتهم الجديدة. عملياتيا هذه المنطقة تعتبر الضامن للممر الاستراتيجي الحيوي لنقل الإمدادات من اللاذقية إلى دمشق، خصوصا إذا تمكن الثوار من تعطيل المطارات الرئيسية كمطار حلب الدولي، كما أنها الدفاع المبدئي والأولي عن مدينة دمشق. لذلك من متطلبات النجاح في معركة العاصمة السيطرة على مدينة درعا وحمص، وهذا هو سبب المعارك الضارية في هاتين المنطقتين. أما المشهد الجلي على الأرض، حصار لا يمكن فكه إلا من خارج المنطقة في مقابل فرص ضئيلة لإمداد الثوار هناك، وما لا يحمل الشك أن الثورة السورية في خطر، وعلى ما يبدو أن القطبين الروسي والأمريكي متفقان على هذا المشهد. لقي انتخاب أحمد الجرب رئيسا جديدا للائتلاف الوطني ترحيبا عربيا ودوليا، وفيما أعلنت واشنطن تطلعها للعمل معه، شددت باريس على مواصلة السعي مع الائتلاف للتوصل إلى حل سياسي يتيح بناء سوريا حرة وديمقراطية.
لقي انتخاب أحمد الجربة الرئيس الجديد للائتلاف السوري الوطني خلفا لرئيسه المستقيل أحمد معاذ الخطيب ترحيبا عربيا ودوليا واسعا. المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أكدت أن واشنطن ترحب وتتطلع للعمل مع الرئيس الجديد والقادة الجدد المنتخبين لمنع الانهيار التام لسوريا وسقوطها في حالة من الفوضى. ومن جانبها قدمت الخارجية البريطانية التهنئة للرئيس الجديد للائتلاف السوري، وأعرب وزير الخارجية ويليام هيغ عن تطلعه للعمل عن قرب معه ومع القيادة الجديدة لمساعدة المعارضة السورية على تعزيز رؤيتها لسوريا الحرة والديمقراطية والمتعددة الأعراق. بدورها هنأت فرنسا الجربة، وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية فيليب لايلو أن بلاده ستواصل العمل مع الائتلاف وقيادته الجديدة من أجل التوصل إلى حل سياسي لبناء سوريا حرة وديمقراطية. وفي قطر طالب مصدر رسمي في وزارة الخارجية جميع أطراف الائتلاف والمعارضة السورية بالعمل يدا واحدة مع القيادة الجديدة، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تستدعي توحيد الصفوف والتنسيق المواقف من أجل رد الظلم والعدوان الممنهج الذي يقوم به النظام وأعوانه. سوريا اليوم مستمرة وفيها ثلاثة تحديات تواجه الائتلاف الوطني، أبرزها إقامة نظام ديمقراطي تعددي. كشف مصدر عربي لصحيفة الشرق الأوسط أن تصاعد أعداد القتلى من عناصر حزب الله في الأراضي السورية دفع بالكثير منهم وبخاصة أهالي منطقة بعلبك إلى مطالبة الحزب بضرورة وقف إرسال أبنائهم للأراضي السورية، كما قرروا تشكيل وفد للذهاب إلى إيران لتوضيح وجهة نظرهم. وفي تحليل بصحيفة الحياة، ثلاثة عوامل تحدد مستقبل سوريا وتقود مصير إعادة رسم الخارطة السياسية للمنطقة العربية التي تدفع ثمنها الدول العربية وأكبر هذه الأثمان القضية الفلسطينية. رصد المعارض السوري الكاتب فايز سارة في الشرق الأوسط ثلاثة تحديات لعمل الائتلاف في المرحلة المقبلة. التأكيد أن المهمة الأساسية للائتلاف هي العمل على إسقاط النظام وإقامة نظام ديمقراطي تعددي يوفر الحرية والعدالة والمساواة. تقوية الائتلاف وتعزيز جهود وحدة المعارضة، إضافة إلى العمل لتوحيد الجيش الحر ودعمه واعتبار هيئة الأركان العنصر الرئيس في هذه المهمة. دعم الحراك الثوري والمدني في الداخل السوري وفي بلدان المهجر، والعمل على تفعيل المجالس المحلية وتطويرها، وبذل الجهود نحو تقديم كل أشكال الدعم والإغاثة للداخل السوري وتوفير فرص للدخول في عملية تنمية هي جزء من خطة إعادة بناء سوريا. يسأل ناجي صادق شراب في الحياة: متى تنتهي العقدة السورية؟ ومن يملك القدرة على فك خيوطها العنكبوتية؟ ليقود القارئ إلى إجابة بدهية هي استئصال العقدة من جذورها، يعني استئصال الحكم القائم واستبداله بنظام حكم جديد ليعيد الإضاءة على العقدة في صورة جديدة. ومن يحكم؟ ويحصي الكاتب ثلاثة عوامل لمعرفة مستقبل الدولة السورية. الأول يتركز في قوة الجيش وولائه للنظام، فالجيش بنيته طائفية، وهذا ما حرص عليه حافظ الأسد الذي فرغ أولاده لهذه المؤسسة، وعلى رغم الخسائر التي لحقت به لكنه لا يزال الأقوى ولديه قدرة على تجديد أسلحته التي يخسرها من إيران وروسيا. العامل الثاني هو امتداد لضعف المعارضة العسكرية، وهو المتعلق بالضعف السياسي وغياب الرؤية السياسية الواحدة لما بعد الأسد وسبل الحكم والتعامل مع المواطن السوري الجديد وسيطرة القوى السياسية الإسلامية المتشددة وسعي الإخوان المسلمين إلى الحكم. العامل الثالث هو نموذج معقد من حيث دور الأطراف والقوى الإقليمية التي لها مصلحة مباشرة فيما يدور الآن وبمستقبل سوريا. ويضيف الكاتب أن النموذج السوري وما قد يؤول إليه الحل السياسي سيكون نموذجا للحال العربية برمتها، وستترتب عليه إعادة رسم الخارطة السياسية للمنطقة، متوقعا أن تكون الدول العربية أول من يدفع ثمن الحل السياسي ما دامت بلا دور مؤثر، ولعل أكبر الأثمان السياسية سيكون القضية الفلسطينية. تابعوا في النشرة بعد الفاصل. ازدياد النازحين في حي الفردوس بحلب يؤثر سلبا في توزيع المساعدات.
من جديد نحييكم. يعاني النازحون في حي الفردوس المكتظ بمدينة حلب من خلل في توزيع المساعدات الغذائية، ما جعلهم يناشدون الجهات المانحة تعديل الحصص لتلبية الحاجات الطارئة. حي الفردوس أحد أكثر الأحياء المكتظة بالسكان بقلب مدينة حلب. يتم توزيع الحصص الإغاثية بشكل شهري في هذا الحي على الأهالي، كما هو الحال في بقية أحياء حلب. إلا أن تناقص كميات الإغاثة التي تصل إلى الحي وازدياد عدد النازحين إليه جعل من استمرار توزيع المواد بنفس الوتيرة على الأهالي أمرا مستحيلا. وكنا نوزع تقريبا كل شخص ياخذ الشهر واقل من شهر، هلا قصروا معنا شوي، صرنا يعني المواطن ياخذ بالشهرين تقريبا يعني حصه. اجراءات تتخذ للتاكد من حاجه المواطن الى الاغاثه لضمان التوزيع للاحوج فالاحوج على الاهالي. عمليات الكشف، في عنا كشافه بيطلعوا على البيت، نحن بناخذ مثلا اسم العائله، بسجل عنا العائله، بعدين نطلع على بيوت نشوف الاشخاص اللي سجلوا عنا انه في الحقيقه انه هالشيء هذا مضبوط ولا لا، وبنكشف عليهم وبعدين بنقرر هم نعطيهم او لا، اذا بيستاهلوا بنعطيهم. تنوع الجهات الداعمة أدى إلى عدم انتظام في حجم سلال الإغاثة التي تصل إلى الأهالي، فيظهر للناس أن هناك تمييزا لبعضهم على الآخر. في حصص كبيرة وفي حصص صغيرة، فنحن الجهة الداعمة، في بعض الجهات الداعمة بتيجي بتجيب لنا الحصص كبيرة وبدها تتوزع على مثل ما هي، فنحن هون ما بنقدر بدورنا نفك الحصة نسيها حصتين، كل جهة داعمة لها عندنا يعني ترتيب بدها توزع على نطاقه. مناشدات من الأهالي في الحي لصنع القرار لإعادة النظر وجعل كميات الإغاثة توزع وفق الكثافة السكانية للأحياء بقلب مدينة حلب. تلقى اللاجئون السوريون في صيدا جنوب لبنان حصصا غذائية من المملكة العربية السعودية لمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان المبارك. حي الفردوس أحد أكثر الأحياء المكتظة بالسكان بقلب مدينة حلب. يتم توزيع الحصص الإغاثية. نعتذر عن هذا الخطأ التقني، نعود إذن إلى توزيع من المملكة العربية السعودية للاجئين السوريين في صيدا جنوب لبنان لحصص غذائية. الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا حطت هذه المرة في مدينة صيدا لتوزيع نحو 2500 حصة غذائية شاملة لمتطلبات شهر رمضان. وتحت عنوان سلة الأسرة الرمضانية جرت عملية التوزيع في مدينة الرئيس رفيق الحريري الرياضية، وتحت إشراف مدير الحملة في بيروت وليد الجلال، وبالتعاون مع مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة واتحاد المؤسسات الإغاثية في صيدا. طبعا اجمالي ان شاء الله الحصص بحول الله اللي راح يتم توزيعها 55,000 حصة اطلق عليها مسمى سلة الأسرة الرمضانية. طبعا ان شاء الله راح يتم توزيعها على كافة اخوان النازحين المتواجدين على لبنان. ونحن كتيار مستقبل مع الجمعيات الأهلية الموجودة بالمدينة عم نساعد بتوزيع هالمساعدات هذه لاخواننا السوريين الموجودين بمدينة صيدا. ووعد القيمون على الحملة بتكثيف العمل والمساعدات خلال الشهر الكريم. ورد قبل قليل أن عدد الذين سقطوا اليوم في أنحاء سوريا ارتفع إلى 34، غالبيتهم سقطوا في حمص وحلب، من بينهم طفلان وأربعة قتلوا في محصلة أولية جراء غارة جوية على مدينة دوما بريف دمشق. ختاما نذكر بالعناوين. القصف الأسدي يشتد بالغازات السامة على الخالدية وقلعة الحصن في حمص. حمص ضامن استراتيجي لإمدادات النظام من اللاذقية إلى دمشق. ترحيب عربي ودولي بانتخاب الجرب رئيسا جديدا للائتلاف الوطني. إذا ما شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.